ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي. أستاذ جمال، بعد التحية، فور إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني، كان إيجاد آلية للتنسيق بين مختلف المؤسسات والجمعيات مطلبا ملحا من مختلف الأطراف المنخرطة في هذا الإطار، وذلك طبعا بهدف حوكمة الإنفاق وتوسيع دائرة المستفيدين. من هنا جاءت فكرة إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. رؤيتك لهذه الآلية ومدى فعاليتها في تنظيم العمل الخيري في مصر؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. هذه الفكرة وهذه المبادرة يعني لاقت نجاحا كبيرا، وعلى أرض الواقع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الحقيقة هو مشروع قومي مهم جدا، يسهم جنبا إلى جنب المجهودات التي تقوم بها مؤسسات الدولة. حققت نجاحا كبيرا، تركت بصمة لدى الكثيرين سواء في تقديم المساعدات أو في تقديم توفير فرص عمل، آلاف فرص العمل. وبالتالي هنا القيادة السياسية ومؤسسات الدولة تبحث دائما عن أي مسارات وأي روافد تقدم به مساعدة للمواطن وتقف بجانبه كتفا بكتف أو كتفا بكتف. وبالتالي هنا التجربة تتحدث عن نفسها، وما يحدث اليوم وما نتابعه اليوم هو نتاج مشوار طويل من العمل يقوم على منهجية وعلى دراسة ووفق آليات يقوم عليها أو تقوم بها كوادر ثقة كبيرة جدا متطوعة، 50,000 متطوع نتابعهم اليوم. وبالتالي هنا حرص القيادة السياسية يعني كان منذ إطلاق هذه المبادرة على توسيع دائرة ومظلة الحماية، بالإضافة إلى العديد والعشرات من البرامج الحمائية للمواطن المصري كما تابعنا. لو رصدنا خلال الفترات الماضية نجد أن الواقع تحدث عن إنجازات كبرى لهذا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأيضا ننتظر حسب يعني المعلومات المتوفرة لدي أنه خلال الفترات المقبلة أيضا ستكون هناك طفرات في يعني دور التحالف الوطني بما يصب في المصلحة العامة، ليس فقط في محافظة بعينيها ولكن في مختلف محافظات مصر. نعم أستاذ جمال، يسعى التحالف الوطني لتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في التحالف، في رأيك كيف ساهم ذلك في تعزيز وتطوير ثقافة التطوع لا سيما بين الشباب في مصر؟ يعني نجاح الفكرة فرض على الجميع التوقف أمامها وقراءتها بعناية، والتأكيد لدى قطاع كبير جدا خاصة الشباب في أهمية هذا الدور، خاصة أنهم تأكدوا جيدا واتضح جليا أمامهم أن هذا التحالف لدي أهداف سامية، وأن هذا التحالف يصب في مصلحة المجتمع، وأن هذا التحالف يأتي في توقيت مهم وفاصل يمر به العالم أجمع. وبالتالي انحازوا فكرة الخير من حيث المبدأ، وهذه الفكرة الجوهرية، الفكرة الصحية، الفكرة السليمة، الفكرة الوطنية. وبالتالي هنا الشباب أو المتطوعين يدركون أهمية هذه المبادرة، وبالتالي أن الانحياز لها يصب في مصلحة المواطن، ومن ثم كان الحرص شديد، ويوما بعد الآخر تتسع دائرة التطوع في مثل هذه المبادرة. صحيح. هو الحقيقة أنه لأول مرة في تاريخ العمل الأهلي في مصر يعني أنه نرى هذا التجمع الكبير وهذه المشاركة الكبيرة على مستوى مصر وكل محافظات مصر. يعني كيف تم رسم سياسات العمل لكل هذه المؤسسات في توقيت واحد؟ يعني زي ما قلت لحضرتك، هذه المبادرة يقف خلفها كوادر حقيقية، شباب واعي، مؤسسات وأفكار وعمل على يعني على مدار الساعة،
تعمل وفق دراسة ومنهج، وبالتالي كل خطواتها مدروسة، وهذا نموذج يؤكد نجاح العمل الإداري من ناحية ونجاح العمل الخيري من ناحية أخرى، وقدرة وأهمية المواطن لدى الدولة المصرية، وحرص الدولة على أن تضع المواطن في أولويات اهتماماتها، وهذا ما حرص عليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى المهمة قيادة الدولة المصرية عام 2014. ويعني يعني تصوري أن نجاح هذا التحالف وهذه المبادرة سيتم تعميمه على مستوى محافظات مصر، وأن هذه العمل الدقيق سينعكس أيضا على المبادرات الأخرى والبرامج الأخرى. نعم، جهود متواصلة طبعا بتتبناها الدولة لرعاية الفئات الأكثر احتياجا والضمان للحماية الاجتماعية للمواطنين. هذه الجهود في هذا التوقيت وفي ظل الظرف الدقيق اللي بيمر به العالم ككل وما يعاني منه من أزمات اقتصادية، كيف تراه ووجوده على أجندة أولويات الدولة؟ يعني أرى متمثلا في العديد من البرامج الحمائية. نتحدث عن المشروع الأكبر الأضخم في الدولة المصرية، وهي حياة كريمة في 4500 قرية، 175 مركز، تكلفة تصل إلى تريليون جنيه. أراه أيضا في تكافل الكرامة وهو يصل تكلفته حوالي 28 مليار جنيه. أيضا أراه في مبادرة 100 مليون صحة بالتأمين الصحي الشامل، في العديد من المبادرات التي بدأت وتستمر وستستمر في دعم وتقديم الخدمة. وهذا يعني هذه المبادرات هي جزء من فلسفة بناء الدولة المصرية، خاصة أنه رغم التحديات الكبرى التي تمر بها مصر بما أنها جزء من العالم الذي يعاني من تحديات كبرى، وسط هذه التحديات نجد أن الدولة المصرية تواصل البناء، تواصل دعمها للمواطن، تواصل يعني تقديم كافة أنواع الدعم للمجتمع، وهذا يعني نموذج يقاس عليه أشانت به المؤسسات الدولية بشكل عام، وأكدت أن التجارب المصرية مثل أو المبادرات المصرية مثل حياة كريمة، مثل التحالف الوطني، مثل مبادرة مليون صحة، التأمين الصحي الشامل، كل هذا حقق نجاحا كبيرا، بل اعتبرته بعض المؤسسات الدولية والمنظمات أنه يدرس ويقاس عليه لدى دول أخرى. نعم، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.